مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني، الفظائع التي ارتكبت في دور العبادة هزت ضمير الإنسانية. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد ميلاد والدة الإله ورفع الصليب المقدس. الأردن يؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الكنيسة الأرمنية في القدس. كنيسة ارتفاع الصليب المقدس في الرميمين ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً الإيمان بدون أعمال ميت في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على التبرير في إطار تعليمي في الرسالة لأهل غلاطية، قال: أشار بولس إلى أن التبرير يأتي من الإيمان بالمسيح. التبرير هو نتيجة رحمة الله التي تقدم المغفرة. بموت يسوع انتصر الله على الخطيئة ومنحنا المغفرة والخلاص، وإذ أصبحنا مبررين استقبلنا الله وصلحنا. وهذا ما حدث مع بولس نفسه عندما التقى مع المسيح وآمن به، إذ ذاك اكتشف أننا لا نبرر بجهودنا بل بنعمة المسيح. الإيمان بموت يسوع وقيامته من بين الأموات هو الذي يبررنا ويخلصنا. وأضاف قداسته: مع ذلك يجب ألا نستنتج أن شريعة موسى لم يعد لها قيمة، بل هي عطية باقية من الله لا يمكن إلغاؤها، وهي مقدسة كما قال القديس بولس. كذلك بالنسبة لنا يجب أن نحافظ على الوصايا، ولكن تبقى نعمة الله التي ننالها في المسيح هي الأساسية. ومن الضروري أيضاً أن نتذكر كلام الرسول يعقوب الذي قال: الإيمان بلا أعمال ميت، فالإيمان يتطلب محبة الله والقريب. واختتم قداسة البابا تعليمه وقال: أمام سقوطنا المستمر في الخطيئة ونواقصنا، الله لم يستسلم، بل أراد أن يجعلنا أبراراً، وقد فعل ذلك بالنعمة بإعطائنا يسوع المسيح وبموته وقيامته من بين الأموات. قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن الفظائع التي ارتكبت في المساجد والكنائس والمعابد قد هزت ضمير الإنسانية. وشدد جلالته في خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحاجة إلى العمل الجماعي الجاد لهزيمة الجماعات التي تدعو رسالتها إلى الكراهية وزعزعة الثقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود لن تتكلل بالنجاح ما لم يكن للشباب والشابات في كل مكان دور في مستقبل إيجابي. وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أجرى وزير الخارجية أيمن الصفدي محادثات ثنائية مع وزير خارجية أرمينيا، تطرق خلالها إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على طابع البلدة القديمة. وأكد الصفدي كذلك على ضرورة الحفاظ على أملاك الكنيسة الأرمنية في المدينة المقدسة،
وثمن الوزير الأرمني الدور الذي يطلع به الأردن في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها، مشيرا إلى أن المملكة تعد أنموذجا في الاعتدال والوسطية في المنطقة. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد ميلاد والدة الإله الفائقة القداسة، حيث ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة بهذه المناسبة خدمة صلاة الغروب والقداس الإلهي في كنيسة ميلاد السيدة العذراء جبل التاج، بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة. وفي كلمته الروحية تحدث سيادته عن مكانة والدة الإله في وجداننا وحياتنا. كما احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد رفع الصليب، حيث أقيمت قداديس إلهية وصلوات بهذه المناسبة، ترأس المطران خريستوفوروس في كنائس القديس جوارجيوس في كل من الزرقاء ومادبا والفحيص، بحضور جموع من المؤمنين. وفي ذات السياق أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان احتفالا دينيا بمناسبة عيد رفع الصليب المكرم. رعى الاحتفال سيادة المطران خريستوفوروس وبحضور عدد من الآباء الكهنة والشخصيات الدينية والرسمية وجمع كبير من المؤمنين. وتضمن الاحتفال عظة للمطران خريستوفوروس أكد فيها أن قوة الصليب عظيمة في حياتنا، وأن الذبيحة الإلهية هي المحبة الحقيقية لله. الطريق الواسعة حكى تقود إلى الهلاك، أما الطريق الضيق تقود إلى الخلاص، إلى الملكوت السماوي. وهي الطريق الضيق هو بنفسه إلهنا يسوعنا الحلو، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس اللي تجسد من أجل خلاصنا، هو سارها مكابدا الألام طوعا لأجل خلاصنا. يعني هو راح للصليب طوعا بإرادته، ما حد أجبره وما كان حد بيقدر يجبر الإله إنه يمشي هاي الطريق، ولكن هو اختياريا راح حتى يعطينا قدمة ونهج في حياتنا كيف نحن كمان نمشي. حمل الصليب، كابد الألام، وسمر خطايانا على الصليب حتى نقدر نحن نتحرر من آثار المعصية اللي كانت مستولية علينا بسبب الخطية، اللي هو أكتر شيء اللي كان مستولي علينا اللي هو الموت. والموت هو كابوس اللي واجه كل الحضارات، يعني كل الحضارات الإنسانية اهتمت كيف بدها تقدر إنها توصل للخلود، كيف بدها تتخطى الموت. المسيح أجا وبموته موت الموت وأعطانا الحياة الأبدية بقيامته المجيدة من بين الأموات. وهون اختلاف المسيحية، واللي دائما الكنيسة بموقفها بتحكي المسيحية مش ديانة، المسيحية هي الحقيقة المعلنة والمتجسدة بالإله المتجسد الرب والمخلص يسوع المسيح. وشارك في الاحتفال جوقة القديس نيقلاوس الصريح وموسيقات مجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية. وفي الختام تم توزيع ثمار الرمان على الحاضرين. يا سيدنا القديس شرب العمان بعيد ارتفاع الصليب بحضور رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة والأردن المطران موسى الحاج، حيث ترأس سيادته قداسا إلهيا حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وحشد من أبناء الرعية. وقد عاونه في القداس خادم الرعية الخوري جوزيف السويد،
وفي عظة القداس دعا المطران الحاج المؤمنين القادمين من كل أنحاء المملكة إلى الثبات على الإيمان والمواظبة على الأعمال الصالحة. بدي أشكر التلميذ يلي دائما حاضرة وعم تنقل البشرة السارة والخبر المفرح إلى كل العالم، وأنا اليوم سعيد أن أكون موجود بعمان برعية مرشربل يلي تابع على الأبرشية أو هي نيابة بطريركية على عمان والأراضي الهاشمية، المملكة الأردنية الهاشمية. أنا من سنتين ما جيت، ولكن بسبب ظروف الكورونا ومن بعدها سنتين حبيت أجي أرجع نستعيد نشاطنا، نلتقي بأبناء الرعية، وصار عنا كاهن جديد من بعد ما سافر أو خلص مهمته أبونا غازي وأبونا سامر. سلمنا الرعية لأبونا جوزيف سويد يلي معروف بجيل الإنجيل واللي هو عنده كتير طلاط على عبر تلو المير. أنا كمطران واجبي أنه زور رعيتي، يعني كل ما تسنى لي أو في مناسبة. بقى أنا حبيت إجي بهالوقت هذا حتى نرجع نستعيد التواصل، وسوف نأتي في أيام تانية. أكيد المجيء إلى الأردن هو مجيء حلو، تشعر بأمان بسلام بظل جلالة الملك وكل المسؤولين يلي فعلا سهرانين على أمن هذا البلد، وعم نلاحظ دائما التطور العمراني، وأكثر من هيك العلاقات الإنسانية والبشرية بين جميع أبناء الأردن جيدة جدا وحلوة. وإلى جانب أنه نحن عم نلتقي كمان بناس من العراق، من سوريا، من فلسطين ومن لبنان، ونحن بنعرف الأوضاع الصعبة اللي عم تعيشها اليوم. صلينا وقدسنا وذكرنا الجميع، وصلينا على نية المملكة، على نية الملك جلالته، وعلى نية كل المسؤولين، وصلينا على نية الشعب كله وعلى نية لبنان لحتى ينهض من هالصعوبات الكبيرة اللي مرق فيها. وإن شاء الله بقوة الرجاء والإيمان اللي عنا إياه فعلا أنه يزول هالوضع السيء ويحل محله الوضع الجيد يلي كنا نعرفه ونعيشه، ونشوف لبنان جديد ويكون يعني كيف بقول لك نجمي بهالشرق يلي كلكم بتحبوه ونحن بنحبه. ربنا يباركنا، وإن شاء الله عقبال كل زيارة بنشوفكم بخير. شكرا مجددا لكم. ترأس غبطة البطريرك فؤاد طوال القداس الإلهي في كنيسة الراعي الصالح بعمان، وذلك بمناسبة اختتام المخيم الدولي الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط بمشاركة المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن الأب إبراهيم نفاع، وحضور مسؤولة الفريق عايدة الصوص وعددا من القائدات الكشفيات من مختلف دول المنطقة. وقد دارت فعاليات المخيم الذي استمر 4 أيام حول التربية على السلام. أكيد إحنا السلام الحقيقي هو اتحادنا بالسيد المسيح، فهو رجاؤنا وبروحه نتجدد ومن خلاله نعيش المحبة ونكون شهود لها. فاليوم نطلب من ملك السلام أن يمنح الحركة الكشفية لا سيما المرشدات هذه النعمة الكبيرة لكي يعيشوا سلامهم الداخلي أولا، ومن ثم يعيشوا هذا السلام في عائلاتهم وفي مجتمعهم وفي بلادهم. بالتعاون مع الفريق الأوروبي، فريق إقليم أوروبا، عملنا مخيم لفريق الشرق الأوسط، وتعاوننا مع بعض حتى إن تحت شعار تعليم السلام والتربية على السلام، وعشنا 4 أيام مع بعض من دول متعددة. الحمد لله مرق 4 أيام بسلام، واكتسبوا خبرات وشافوا، أخذناهم على المواقع السياحية الدينية، المغطس، جددنا المعمودية بالمغطس، أخذنا مواعيد المعمودية الجديدة جددناها، وكان كل اللقاء. ورحنا على جبل نيبو وشفنا المواقع السياحية، وزرنا كمان خلال زيارتنا بيت اللقاء وشفنا كيف عم بيبتوا المحبة والسلام لكل اللي حواليهم. كنت مشاركة بالمؤتمر الشرق الأوسط وأوروبا اللي صار بالأردن، كان المؤتمر من 23 ل 26. هلأ كانت كتير تجربة جديدة ومفيدة لي، لأني هي أول مرة أنا بشارك من سوريا كأنا شخصيا من كشافي بهالمؤتمر. كان في عنا مثل سياحة دينية كتير عطتنا خبرة حلوة ومميزة، وخاصة
نحن بسوريا هيك عم نفقد شوي السلام، فيمكن هذا الشيء دخل شوي السلام لقلبي، وكتير حابة اني انشر هاي الخبرة انا عشتها مع باقي الاشخاص الموجودين بحلب. بتمنى التوفيق وبتمنى اني ارجع اشارك مرة جديدة بالمؤتمرات اللي بتصير مع CECJ بالشرق الاوسط واوروبا. صراحة كانت تجربة كتير حلوة، ولو بصح لي كل سنة اني اقدر اعيدها ما بحكي لا. اول اشي كان المخيم شعاره هو عن السلام وتعليم السلام. اول اشي بلشنا كيف بنقدر نكون يكون عندنا سلام داخلي، بعدين الله انه محبة، بعدين يصير انه كيف نعلم السلام لغيرنا وكيف نعطي السلام لغيرنا. بأشكر ابونا ابراهيم وقائد عايدة وقائد فيروز وقائد مجد ومن لبنان ومن حلب، كثير احنا انبسطنا معهم، ويريد كان بقدر يكون معنا كمان بلدان. بحب اشكر اول اشي مخيمنا اللي احنا طلعنا فيه، قائدة عايدة مسؤولة المرشدات للشرق الاوسط، لحتى عطتنا هاي الخبرة وخلت صبايانا في الاردن يجربوا الاكسبيرينس تبع انه يكونوا مع المرشدات من برا العالم، من حوالينا من الشرق الاوسط، يكتسبوا خبرات. كان الهدف منه انه ننشر السلام داخليا عند القائدات وعند المرشدات، وينقلوا هدول المرشدات خبراتهم والاشياء اللي اكتسبوها بهذا المخيم لافرادهم ولمرشداتهم بمجموعاتهم في الاردن. وكمان بحب اشكر القائدات اللي شاركونا من لبنان والقائدات اللي شاركونا من سوريا. كان المخيم كتير حلو، كان مثمر وكان متنوع، واغتنينا على نطاق الشخصي والديني والثقافه. وأجمل شيء لما رجعنا جددنا المعمودية بالأراضي المقدسة. نحن نتشكرون كتير على هالمخيم وعلى التحضير، وإلنا الشرف نشارك بهذا المخيم. في حلقة جديدة بعنوان مواجهة كورونا إلى أين، استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن، مع الدكتور عزمي محافظة أستاذ المناعة والفيروسات في كلية الطب بالجامعة الأردنية، حيث ركزت الندوة على دور الأجهزة المختصة في مواجهة كورونا والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة الأردنية في مكافحة هذا الوباء. المزيد في هذا الحوار. الآن يعني أنت تتحدث عن حكمة بأثر رجعي، إحنا الحكمة تتطلب منا الآن أن نصل إلى الدروس المستفادة منها. ماذا ما هي أهم الدروس المستفادة من تجربتنا الأردنية، يعني قياسا لما حدث في دول أخرى؟ نعم، هو إذا بتأخذ كتب الأوبئة، في هناك ما يسمى الاستعداد للأوبئة. الأوبئة ليست جديدة بالإنسانية، بتاريخ الإنسانية. صحيح. الإنسانية عانت من أوبئة بأمراض مختلفة، سواء نعم. فيروسية أو جرثومية، بدءا بالطاعون وانتهاءا بالإنفلونزا والأخيرا كورونا والفيروسات كلها. هناك استعدادات يجب أن تكون متوفرة، لكن يجب أن تكون خطة كيف تتصرف إذا ما حدث الوباء، خاصة إنه معظم علماء العالم ومؤتمرات عديدة عقدت كانت تحذر من أننا على أبواب جائحة ستحدث. التصرف هذا التوقع مبني على السلوك الإنساني، فيه هناك مفهوم اسمه صحة واحدة. صحة واحدة، الإنسان يعيش في محيط فيه حيوانات، فيه تغيرات مناخية، فيه أمور تخص التغذية، فيه جراثيم موجودة، فيه فيروسات، فهذا النوع من التفاعل يؤدي إلى تعرض البشر إلى تلك العوامل الممرضة. نعم. خاصة إذا ما أخذنا النشاطات البشرية على شكل مثلا فتح الطرق، شق الطرق في الغابات، وهذا بأمريكا الجنوبية نشأ عنه فيروسات مميتة. نعم. حمى نزفية مثلا. نعم. والذين يذهبوا إلى الغابات مثلا الصيادين البارك رينجرز قد يصابوا بأمراض وينقلوها للمجتمع. نعم. التماس المباشر في بعض الريف خاصة بالصين مع الحيوانات، يعني يعيشوا في منطقة في نفس الدار أو نسميها الحوش. نعم. صحيح. مع خيل وخنازير وبط وجاج، وهذه كلها لديها فيروسات ويصاب الإنسان. معظم الأوبئة التي حدثت، أوبئة الإنفلونزا التي نعم. جمعها هوبستر نعم. وحدثت إصابة البشر بدأت في الصين وانتقلت في الصين وانتقلت من الصين إلى روسيا ثم إلى باقي دول العالم. معظمها بدأت هكذا، معظم الأوبئة التي درست، لأنه طبيعة الحياة والتماس المباشر
مع الحيوانات يؤدي إلى التعرض لفيروسات موجودة للحيوانات، وخاصة إذا كان هناك في نفس الوقت الإنسان أو الحيوان مصاب بفيروس ويتعرض لفيروس أخرى، تنتج فيروس جديد. هذا النوع من التمازج ينتج فيروس جديد، الإنفلونزا بنحكي، وقد يحدث شيء شبيه بالنسبة للكورونا، فينتج فيروس لم يكن معروف لدى البشر وبالتالي يحدث وينتشر المرض. كورونا لم يكن معروف لدى البشر، كورونا الحالي، نعم، وبالتالي أصاب وانتشر كالنار في الهشيم. لماذا؟ نعم. لأنه ليس لدينا خبرة فيه ولا مناعة ضده. تتوقع دكتور كانت هل هناك يعني تدخل بشري؟ سنتحدث عن أصله، نعم، على حالي، نعم. لكن فذلك من هذا المنطلق يعني جميع الناس العلماء والهيئات الطبية كانت تتوقع، وحتى بيل جيتس كما نعم. كانوا يتوقع حدوث أوبئة وباء، كان يجب أن نستعد له، والاستعداد له في دروس، في أمور تعملها، يعني في خطوات يجب أن تتخذ، يعني تعزز أنت النظام الصحي، تحضر نفسك من حيث الأوبئة، من حيث الأدوية، من حيث المستشفيات، تدريب الكوادر وما إلى ذلك، بحيث تتصرف مع هذا الوباء. اللجوء للإغلاق لم يكن بالإنفلونزا، الإنفلونزا لم يكن ينفع الإغلاق بالعالم، والإغلاق لم ينفع، أغلقت دول العالم حدودها، هل منعنا انتشار الكورونا؟ لا، لا. الكورونا حاليا يعتقد أن الإصابات تجاوزت المليار، رغم أنه المسجل حوالي 230 مليون، بس يعتقد أنه تجاوزت المليار. الإغلاقات التي استمرت لأشهر، وبعض الدول لا زالت مغلقة مثل أستراليا ونيوزيلندا، وهناك احتجاجات شديدة عند شعوبها على الإغلاق، قد تؤجل لكنها لم تمنع انتشار الفيروس. الحل هو مثلا تحضر بالتطعيم، هذا أسلوب يعني للسيطرة على الانتشار الوبائي، التطعيم والأساليب الوقائية اللي هي التباعد الاجتماعي، النظافة الشخصية، ارتداء الكمامة، هذه أساليب أكثر نجاعة من الإغلاق في منع انتشار الوبائي. بهدف حماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، عقد اجتماع في بيت جالة تم خلاله بحث سبل تغطية العائلات المسيحية غير المقتدرة بمظلة التأمين الصحي ليشمل كافة الفئات العمرية بين السكان. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. أقيم اجتماع في قاعة القديس كاسافاريوس التابعة لمدرسة البطركية اللاتينية في بيت جالة لمناقشة التأمين الصحي للعائلات والمؤسسات وكل من يعمل بالمؤسسات المسيحية، وذلك من قبل مؤسسة السبيل وشركة التأمين، ولتوضيح وشرح آلية التأمين الصحي. وهذا الاجتماع تم بحضور الكهنة من الكنائس والراهبات وعددا من أهالي المنطقة ومؤسسة السبيل وشركة التأمين، حيث دار النقاش والاستفسارات المتعددة والمداخلات وكيفية الحصول على هذا التأمين الصحي والفئة المستهدفة للعلاج من عمر يوم لغاية 85 عاماً، والذي يعد الأول من نوعه في الأراضي المقدسة. وهذه المبادرة هي مبادرة أمل للشعب نفسه، وانطلاقاً من احتياجات الفرد وحرصاً على الوجود المسيحي في فلسطين. وقال غبطة البطريرك ميشيل صباح في كلمة له بأن هذا التأمين سيزيل هماً كبيراً من الهموم الحياتية التي يحملها المسيحيون في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ودعا الجميع إلى تأمين أنفسهم حتى لا يبقى الفرد تحت قسوة الظروف وقسوة الإنسان نفسه، فلا يحتاج لمساعدة الآخرين، فبهذا يحافظ على كرامته. جاءت هذه المبادرة نتيجة عدة لقاءات عملها غبطة البطريرك ميشيل صباح مع الرعاية في المناطق المختلفة للاطلاع على الوضع، الناس، على همومهم، على المشاكل. طبعا عدة شغلات برزت وعدة مشاكل برزت، ومن أهم الأمور كانت الوضع الصحي بفلسطين، وبالتالي أخذنا على عاتقنا كمركز السبيل أنه نحاول نتابع هذا الموضوع بشراكة تامة مع الكنائس، وتم انتداب أشخاص من قبل الرعاية، مندوبين أكفاء ذو خبرة يساعدوا في هذا المجال. وإحنا هون هلأ توصلنا مع شركة لوضع تأمين صحي
شامل للرعاية وللمؤسسات والقائمين والعاملين في المؤسسات. أمن نفسك حتى لا تبقى. للنورسات مارلين الحدوة من قاعة القديس كاسافاريوس الأراضي المقدسة. ناقشت جلسة حوارية نظمها ملتقى النهضة العربي الثقافي واقع الإعلام والحريات على المستوى الوطني، وتطرق المتحاورون خلال الجلسة التي شاركت بها الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين وشخصيات دينية وإعلامية وصحافية إلى جملة تحديات يواجهها الإعلام الأردني بمختلف أشكاله، منها الاستقرار الوظيفي والأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها مؤسسات إعلامية. وقال رئيس الملتقى باسل الطراونة إن عقد هذه اللقاءات من شأنها أن تخلق حالة من الحوار الوطني الجاد بين المعنيين بتطوير الإعلام والبحث عن حلول واقعية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع. اليوم التقينا مع نخبة من الشخصيات الإعلامية والصحفية المعنية بواقع الإعلام الأردني، وهم يمثلون عينة رائعة من عينات الوطن العديدة والكثيرة في مجال الإبداع الصحفي والإعلامي. تحاورنا، تحدثنا في إطار واقع الإعلام بارتباطه الكبير مع واقع حقوق الإنسان والحريات بشكل عام، وبأمانة تحدثنا كمتداخلين وكحضور عن أبرز الحلول الناجعة لتقوية الإعلام الوطني وصدارته الدائمة، وأن يكون على منصات العالم العربي والإقليمي والدولي في إطار حرصه الأكيد على المصالح الوطنية ابتداء والمصالح العليا لأمتنا العربية والإسلامية. بالتأكيد أكدنا على جملة حوارات قادمة ستكون في المحافظات الأردنية، أيضا في مزيد من يعني العصف الذهني مع أصحاب القرار في الشأن الإعلامي المتنوع المختلف، حتى نعد إجراءاتنا نحن كمؤسسات مجتمع مدني وكمؤسسات تعمل على الساحة الثقافية والإعلامية لبلورة هذه التصورات وهذه المقترحات وعرضها على لجان مختصة في كل السلطات. نحن نقدم المقترح ونقدم خلاصة ونتاج الجلسات النقاشية. هذه الجلسة اليوم سيتم إعداد مصفوفة كاملة بكل المقترحات التي أثيرت أثناء اللقاء، سواء فيما تعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات، نحن نربطها دائما بالواقع الإنجازي والتطبيق الفعلي والعملي الذي يطبق على أرض الواقع عملا وفعلا. يعني هذا أبرز ما قيل في هذا اللقاء اليوم، وهو لقاء دوري يعقد بالشهر مرة، يقيمه ملتقى النهضة الثقافي العربي لمنظمة النهضة العربية أرض، يعمل على الساحة الأردنية اليوم وسينطلق قريبا إن شاء الله إلى الساحة العربية والإقليمية لخلق التفاهمات والتوافقات على الشأن الثقافي والإعلامي في إطار عمل ممنهج إن شاء الله يخدم واقع الأمة الذي هو بحاجة وأمس الحاجة لإعلام نوعي يخدم مصالح العليا. تعتبر كنيسة ارتفاع الصليب المقدس فرميمين من الكنائس العريقة في المنطقة، حيث تم بناؤها القديم عام 1877 وقام على رعايتها أكثر من 20 كاهنا. نورسات زارت الكنيسة والتقت بكاهن رعية اللاتين في البلدة الأب فرح حجازين، وعدت التقرير التالي. أرميمين قرية أردنية تقع ضمن حدود السلط، يوجد فيها رعية اللاتين والأرثوذكس، سكانها المسيحيون الضاربون في القدم بالمنطقة أمضوا عهودا من الزمن بلا كنيسة، حيث كانوا يذهبون إلى السلط للصلاة في كنائسها، فالخدمة الروحية للرعية كانت لكهنة السلط الذين كانوا يقومون بها، حتى صارت لأهل أرميمين كنيسة صغيرة سنة 1873 حسب ما ذكره الأب فرح حجازين في مقابلة أجرتها معه نور سعد. رعية أرميمين تعتبر ثاني رعية للاتين بعد السلط، كانت الرعية الأولى التي تأسست في السلط ثم رعية أرميمين،
وكانت بإشراف الأب قتي كان كاهن مدينة الصلت، هو اللي كان يتردد على أرمامين وكان يصلي لهم من وقت إلى آخر. فالخدمة الروحية لمدينة أرمامين كانت تحت رعاية كنيسة الصلت الأب قتي. ولكن في يوم من الأيام سنة 1872 كان غبطة البطريرك باليرغا كان راجع من لبنان، لأنه كان بنفس الوقت هو السفير البابوي في لبنان راجع إلى فلسطين، فسمعوا شيوخ الأرماميين بمرور البطريرك فاستقبلوا وطلبوا منه أن يجي يزور مدينة أرماميين، وفعلا إجا واستقبلوا استقبال حافل وطلبوا منه، قالوا له على أنه إخوان في مسيحيين في قرية أرماميين معظمهم طبعا أرثوذكس، ولكن فش عندهم لا كاهن ولا كنيسة، فأبدوا الرغبة أنهم كلهم على استعداد أن يدخلوا إلى الكنيسة الكاثوليكية إذا البطريرك فش عندهم مانع. فالبطرك وعدهم ولكن ما نفذ الوعد، لكن بعد بسنة على زمن البطريرك براكو اللي استلم البطريركية بعد باليرغا، بعد بسنة صار في تواصل وبلش يبعث لهم خوري لأول مرة تقريبا بكون شبه مقيم، وأمر ببناء ثلاث غرف في قرية أرمامين، غرفة تكون سكن للخوري وغرفة تكون مدرسة وغرفة كنيسة. وكان الأب أبون هو اللي يعتبر أول كاهن مقيم في قرية أرمامين، ولكن ما كانش يعني على باستمرار هون، كان يجي ست أشهر يداوم في أرمامين وست أشهر يرجع للصلت، والسبب إنه تفشي مرض الملاريا في البلد، فلهذا السبب كان ينقلوه على الصلت يظل ست أشهر وست أشهر في قرية أرمامين. فإذا خدمة الروحية للرعية كان على من وقت لوقت كهنة الصلت هم اللي يجوا يقدموها. وكتب الأب قتي كمان مرة إلى البطريرك براكو بخبره على أنه المسيحيين صار عنده أكثر من 150 شخص لاتيني، وهم حابين أن يكون في عندهم خوري، يعني يكون على طول وباستمرار يكون خوري رعية لهم. فأرسل لهم خوري وبنفس الوقت مثل ما ذكرت ما كانش يقدر يداوم على طول، وبعدها أرسل لهم خوري اسمه أبونا سوداح، فليكس سوداح، كان شبه مقيم، وبلشوا معاملات حتى بناء كنيسة رسمية في البلد. وبعد زوال الحكم العثماني من شرق الأردن استطاع مسيحيو الأرمامين من بناء كنيسة رسمية لهم عام 1907، وأطلقوا عليها اسم كنيسة ارتفاع الصليب المقدس، وقام بتدشينها عام 2002 غبطة البطريرك ميشيل الصباح، وتم تزيينها برسومات مزخرفة من قبل أحد الفنانين التشكيليين. كان البطريرك يتدخل عند سفراء بعض الدول الكاثوليكية مثل النمسا مثل فرنسا مثل إيطاليا، إلى أن حصلوا على بناء كنيسة رسمية سنة 1907، وكانت تعتبر هاي أول كنيسة رسمية تعمرت هون، وأعطوها اسم كنيسة ارتفاع الصليب المقدس. وطبعا فيما بعد سيادة المطران صليب الصايغ جاب ذخيرة حقيقية للصليب المقدس، وهي موجودة حاليا في الكنيسة وفيها احتفال رسمي كل سنة، حتى بيجي مصلين من عمان ومن الفحيص بيشاركوا باحتفالاتنا هون بمناسبة وجود هاي الذخيرة المقدسة. وهاي الكنيسة اللي تعمرت سنة 1907 استخدمتها البطريركية لحد سنة 2001 بدأت تظهر عليها تشققات، فكانوا خايفين على المؤمنين وعلى حياتهم، فأخذوا القرار على أنه يهدموا هاي الكنيسة القديمة ويعملوا واحدة جديدة. وبتذكر كان في احتجاج في الأردن على كل المستويات، حتى المسلمين نفسهم كانوا يحتجوا، لأن كانوا يقولوا هاي كنيسة أثرية لازم نحافظ عليها مثلها مثل كنيسة الصلت.
ولكن يبدو أن وضع الكنيسة كان غير آمن، ولهذا السبب أمروا بهدمها وبناء كنيسة ثانية، وتم ذلك سنة 2001. ومن الحجارة الكنيسة القديمة عمروا الكنيسة الجديدة وقام بتدشينها غبطة البطريرك ميشيل صباح سنة 2003. فهاي الكنيسة الموجودة حاليا هي الكنيسة الجديدة اللي تعمرت بالحجارة القديمة للكنيسة القديمة، وتم تدشينها مثل ما ذكرت سنة 2003. العناية الربانية أرسلت فنان عمل رسومات بالكنيسة على الجوانب شمال ويمين، وفي الوسط الوحدة التي تمثل العشاء الأخير، وحدة تمثل ميلاد يسوع مع زيارة المجوس، وبالنص هي صورة لوحة للصليب وصلب السيد المسيح. ولما انهدمت الكنيسة القديمة نقلوا هاي الصور وحطوها على لوحات، وسيادة المطران سليم الصايب هو اللي تبرع بالبراويز الموجودة حاليا اللي هي شمال ويمين، ما عادش على الحيطان زي ما كانت بالأول، لأن نقلوها في لوحات ضمن برواز، وهي موجودة حاليا، وهي طبعا لوحات قديمة وجميلة جدا جدا. تخرج من كنيسة 30 رميمين سيادة المطران سليم الصايغ وراهبتان ورديتان غلوريا الربضي وإريس الصايغ، كما خدم في ذات الكنيسة عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبانيات، منها رهبنة الوردية المقدسة والجنة المقفلة وراهبات الأم تريزا. رميمين تخرج منها سيادة المطران سليم الصايغ، هو من مواليد رميمين سنة 1935، بتوقع ما طلش خوار 30 منها لهلا. وكرهبات في راهبة اسمها سير إيريس من مواليد 1944، إيريس الحصو، وسير غلوريا ربضي من مواليد سنة 1945. يعني هذول في الوقت الحاضر اللي تخرجوا من مدينة أرمامين. بالنسبة لخدمة الرهبات، في رهبات الوردية اجوا على الرعية سنة 1927 لخدمة الرعية، وطبعا كان في مدرسة، يقال في مدرسة لحد الصف السادس، ولكن فيما بعد لما ما ظلش شبه المسيحيين في البلد معظمهم هاجروا، تقريبا أغلقت. وفي سنة 1992 إجا رهبات بسموهم رهبات الجنة المقفلة، خدموا كمان فترة معينة، وأخيرا رهبات الحاليات الموجودات هلا في أرمامين وبيخدموا الرعية، وعندهم نشاطات خارج الرعية بيخدموا العائلات الفقيرة سواء كان في صفوط أو في جرش أو في الحصن، بسموهم رهبات الأم تريزا، وهم موجودين هون من سنة 2008، فلا يزالوا موجودين هون. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. عند مدخل البوابة على يدك الشمال بتشوف في بناية، هاي كانت يسكنها مرثا الصايغ، هي بنت عزابية تقدمت بالسن، فلما توفيت أولاد أخوها مهاجرين كانوا بدهم يبيعوا البيت، فأبونا يوسف الربض المرحوم الله يرحمه هو الذي اشترى على حساب البطركية هذا البيت، وظل فترة طويلة بدون استعمال، إلى أن قبل سنتين تم اتفاقية ما بين المطارية اللاتين في عمان والرئيسة الإقليمية تبعت الرهبات أنه يضعوا هذا المكان تحت تصرف الرهبات، وطبعا قاموا بترميمه وأخذ معهم فترة طويلة ومبالغ كبيرة إلى أن أصبح جاهز للاستعمال. فالرهبات عم بيستعملوه من شهر 3 لشهر 10 لكل رهبات الشرق الأوسط، رهبات الأم تريزا، سواء كان للرياضات الروحية، سواء كان للاستراحة، سواء كان للدراسات. ولكن من سنتين
صار يكتفوا انه فقط رهبات الاردن اللي بيجوا بيستعملوا للرياضات الروحيه وللدراسات. في عندنا 4 رهبات مقيمات لخدمه الرعيه، نشاطاتهم جيده جدا، سواء كان بالنسبه للصلاه بيصلوا لاجل الرعيه ولاجل الابرشيه، او سواء كان في زياره البيوت والصلاه المسبحه في البيوت، وخصوصا مع كبار السن. ومثل ما ذكرت عندهم نشاطات خارج الرعيه، بزور العائلات الفقيره سواء كان بصافور او في الفيص او في جرش او في الحصن. وحيث أن عدد الرعية لا يتعدى بضع عشرات من الأشخاص، لأن غالبية السكان هاجر معظمهم إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، ومنهم من توجه إلى العاصمة عمان وبقية المدن الأردنية، إلا أن أهالي البلدة لا زالوا متواصلين مع الكنيسة ويقدمون الدعم لها، ومعظمهم يحضرون قداس الأحد الأسبوعي. مثل ما ذكرت أن الهجرة تقريبا ابتلعت معظم سكان إرمامين، حتى يقال أنه الموجودين في أمريكا بتراوح عددهم من 5,000 إلى 7,000 إلى 8,000. ما حدا بيقدر يعطينا العدد بالضبط، عدد المهاجرين هناك، إنما اللي بنعرفه هون في البلد للأسف ما ظلش إلا حوالي من 75 إلى 80 شخص، وليس عائلة، مقسمين على كنيستين، كنيسة اللاتين اللي هي كنيسة ارتفاع الصليب المقدس، وكنيسة الروم كنيسة رقاد سيدتنا مريم العذراء. بالرغم من أنه الرعية عددها قليل، ولكن نشكر الله في أيام الأحد عندنا احتفال قداس، بكون قداس يعني مرتل واحتفالي كامل. في عنا صبية بتعزف على الأورغون اسمها سلمى الصاير، وفي عنا شخص كمان مسؤول عن الترتيل اسمه أبو جوزيف في الحصو، والموجودين كلهم تقريبا بيشاركوا في التراتيل. وعنا قداسنا فعلا هو قداس مرتب وقداس احتفال يوم الأحد مثل بقية الرعاية. فبنشكر ربنا تقريبا الإقبال موجود من شبه جميع المسيحيين موجودين هون، نادر ما يغيب أي شخص منهم عن القداس. نتمنى أنه هاي الرعية تحظى بسند سواء كان من البطريركية أكثر أو حتى من المسيحيين المجاورين، أنه من حين إلى آخر نشوف بعض الأشخاص وبعض العائلات تيجي تزورنا هون وتشاركنا بالصلاة وتشارك هاي الرعية، وإن كانت صغيرة بحجمها إنما هي كبيرة بإيمانها وكبيرة بانتمائها. وبديش كمان أنسى على أنه المسيحيين اللي هاجروا من هون في أمريكا ما بنسوا رعيتهم باستمرار على اتصال، وأي حاجة للكنيسة بلبوها فورا، ما حدا بيقصر مع كنيسة، بيعتبروها كنيسة الآباء وكنيسة الأجداد ولها مكانة خاصة في قلبهم. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أطلق وزير السياحة والآثار نايف الفايز المرحلة الأولى من مشروع تأهيل درب الحج المسيحي في جبل نيبو بمحافظة مادبا، بحضور رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس عطالله، والمطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، والمطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن، وعددا من ممثلي الكنائس في المملكة. وأشار الفايز إلى أن المشروع يعد من أبرز المعالم السياحية والدينية في المدينة، ويهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للزائر وتعزيز المنتج السياحي في المنطقة، مؤكداً أهمية الإرث الحضاري والتاريخي الذي تتمتع به محافظة مادبا. بدوره أوضح أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين أن المشروع سيشمل تهيئة مسار الحج المسيحي بطول نحو 30 كيلومتر.
تقدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الإيمان بدون أعمال ميت. وقد أغنى الحلقة عبر الهاتف الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين برميمين، حيث ركز الحوار على دور الأعمال الحياتية وارتباطها بالإيمان الصادق، حيث أن الإيمان بدون عمل يفقد الخلاص، كما أن الله يحاسبنا وفقا لأعمالنا. فإلى هناك. أبونا، موضوعنا اليوم الإيمان بدون أعمال ميت، وكنت عم بحكي مع أبونا جورج إنه كلمة ميت يعني كلمة قاسية. لهذه الدرجة إيماننا إذا ما توج بأعمالنا هل يكون إيماننا ميت؟ يعالج القديس يعقوب في رسالته هذا الادعاء عن بعض المسيحيين أن الإيمان وحده دون الأعمال يكفي للخلاص. بهذا يبرر الإنسان أيضا تقصيره في إتمام واجباته الدينية وعمل الخير، مدعيا أيضا أن الإيمان وحده قادر أن يخلصه. على هؤلاء يجيب القديس يعقوب ومعه الكتاب المقدس. القديس يعقوب يقول: ما المنفعة يا إخوتي إذا قال أحد أن له إيمانا ولا أعمال له؟ ألعل الإيمان يستطيع أن يخلصه؟ إن كان أخ أو أخت عريانين وليس لهما قوت يومهما، فقال لهما أحدكم: اذهبا بسلام واستدفئا واشبعا، ولم تعطهما ما هو من حاجة الجسد، فما المنفعة؟ كذلك الإيمان إن كان بغير أعمال فهو ميت في حد ذاته. يبين القديس يعقوب أن عواطف الرحمة والشفقة وحدها لا تكفي، كذلك الإيمان وحده لا يكفي بدون أعمال. ماذا ينفع أن تقول للمستعطي اذهب الله يعطيك دون أن تمد له يد العون؟ كذلك يؤكد القديس يعقوب أن الإيمان وحده بالأعمال هو ميت، ولا يبرر الإنسان بالإيمان وحده بل بالإيمان والأعمال. ترون إذن أن الإنسان بالأعمال يبرر لا بالإيمان وحده، فإنه كما أن الجسد بغير الروح ميت كذلك الإيمان بغير الأعمال ميت. ويقول أيضا القديس يعقوب في مكان آخر: الشياطين تؤمن لكن إيمانها لا يخلصها لأنها عاجزة عن عمل الخير. يقول: أنت تؤمن أن الله واحد والشياطين أيضا يؤمنون ويرتعدون. نجي للقديس متى حول هذا الموضوع، ففيه الكثير من الكلام الذي يثبت أنه لا يكفي أن يؤمن الإنسان أو أن يصلي حتى يخلص، بل يجب أن يعمل الأعمال الصالحة. أولا، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب أي من يؤمن بكلامي يدخل ملكوت السماوات، ولكن الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات هو يدخل ملكوت السماوات. في مكان آخر للقديس متى: إن كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، ألم نكن باسمك تنبأنا، أو باسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أعلن لهم أن لم أعرفكم قط، فاذهبوا عني يا فاعلي الإثم. تثبت هاتان الأيتان أن الإيمان بكلام المسيح وحده لا يكفي لكي نخلص، بل يجب أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة هي التي تخلصه. هذا ما يبينه أيضا القديس متى في الآيات التالية: من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم التلميذ، فالحق أقول لكم إنه لن يضيع أجرهم. وأيضا إن ابن البشر مزمع أن يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد بحسب أعماله. في مثل الابنين وطاعتهما: الأول يقول لا أريد أن أعمل ثم يذهب ويعمل، والثاني يقول أريد أن أعمل ثم لا يذهب، أي يؤمن ولا يعمل. فمن بينهما فعل إرادة أبي؟ فقال له الأول. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. نعم، يسبقون أولئك العشارين والفريسيين الذين يأمرون بالوصايا ولا يحفظونهم. وفي الدينونة الأخيرة يقول لنا القديس متى أن الدينونة الأخيرة سوف تكون على الأعمال وليس على الإيمان وحده. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رسل ملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأن جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني،
ومريضا فعدتموني وسجينا فزرتموني. إنكم كلما فعلتم ذلك بأحد إخوة هؤلاء الصغار فبي فعلتموه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني، الفظائع التي ارتكبت في دور العبادة هزت ضمير الإنسانية. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد ميلاد والدة الإله ورفع الصليب المقدس. الأردن يؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الكنيسة الأرمنية في القدس. كنيسة ارتفاع الصليب المقدس في رميمين ضمن حلقات كنيستي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.